انا قلت المره ديالي جات خطب راسي لا حول ولا قوه نعطي جوج المليون في الصداق. اعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو طنجاو. مؤخرا انتشرت واحد الظاهره هي ان امراه رجعت كتمشي كتطلب اليد الراجل، يعني امراه رجعت كتخطب الراجل. كاين اللي جاتو فكره حايله وكاين اللي ما عجبتوش نهائيا، ولهذا غنخرجوا عند الناس ونشوفوا الاراء ديالهم في هذا الموضوع. خليكم معنا. دابا تينا اذا جات مثلا امراه من عندك قالت لك افلان انا عجبتيني وكذا وبغيت نجوج بك على سنه الله ورسوله، شنو يكون رد فعل ديالك؟ وعلى حسب المراه اللي عجبت تجوج بيا، ماشي نجي نجوج بيا، فهمتي؟ غتكون بنت الناس قارية واعية وخدامة على راسها. خدامة على راسها ماشي عليك. لا والو خدامة نتعاونوا بجوج على الزمن الدنيا هاني. يكون ود الناس يكون معقول. شنو اخر؟ وصفت لي كتقول اللي كتقول فيا انا. علاش لا؟ يلا تقدمني دابا ولا خليها من بعد؟ لا نقدم لك دابا ماشي مشكل. يعني سينا مع هذه الفكرة هذه انك يعني الدنيا هاني. لا بالحق بشروط ماشي حليش هاد الشروط مثلا تكون في اطار الدين ديالنا بحال مثلا كيقول لك المثل ديالنا ختم بنتك تختم شي ابنك شحال من قبل الناس قبل كيشوفوا عندهم بنات كيكونوا ماشي عندهم دراري كيختموا البنات ديالو والراي ديال هاد الشيء هذا مزيان وهاد الفكره هادي راه سبقه عندنا في الاسلام في الدين ديالنا راه سبقه مزيانه وفكره مزيانه ماشي شي حاجه راه غريبه عندنا ولا هادي راه فكره. واش في الراي ديالك يعني هاد القضيه هادي كطيح من قيمه المراه ولا ما كطيحش من قيمه ديالها؟ بصراحة ما كطيح لا من قيمة المرأة لا والو. إلا كان شي واحد في المستوى وكان زعما أنا اللي جاني شي واحد هكا يستاهل ويحس بيا وش لا حاجات يعني يكون سند ليلي راه طبيعي شبرو بيدك وبرجلك عادي زعما عادي عادي ولكن إذا كان ولد الناس ويستاهل ونحس براسي زعما ما نضيعوش وما فلتوش من يدي لا ما عاد ضيعني بالله والله ما فلت يما ولكن على حساب شو اذا كان بصح كيستاهل الصراحه والله ما فلت ما عاد تشوفي شي غيره والله ما نشوف غيره ولا نشوف شي واخا شي خطبه والله حتى خطبه حتى تفصد نعطيها شحال ما بغى يجوج بيا راه فكره مزيانه ايجابيه فكره زوينه صراحه. انت اذا جات عندك مرة وقالت لك زعما بغيت نجوج بك شنو يكون رد الفعل ديالك؟ تكون ردة الفعل ديالي زعما صراحة عادي فهمتي غادي يعجبني الحال صراحة تفرح عادي غادي نفرح صراحة والله إلا إلا كانت مزيونة راه عادي غيرسل ربي معاها إلا كانت شي وحدة خايبة غنشط فيها نيس خصك الجمال دابا أنا لا ماشي الجمال خصني لا تكون مزيونة وظريفة وحايلة عندها فلوس عندها الطوموبيل عندها الحشومة داكشي ما خصناش المهم تكون غير حايله بحالي وضحوكيه اخلاق كلشي الاخلاق برافو يكون الوالدين ديالها مزيانين فهمتي. بسينا مع الفكره ولا ضد الفكره هذه؟ ديالاش ديال ان بنت تخطب الراجل هي عادي اخاو بحالنا بحالهم فهمتي حتى شي حاجه ما كتبدل يعني بحال نمشي انا نطلبها بحال هي اللي تجي تطلبني الدنيا يعني تما حتى شي حاجه بالعكس انا مع هذه الفكره هذه حيت دابا مثلا كيقول لك هذه القضيه هذه بحال اللي كطيح من قيمه المراه بحال لا لا بالعكس بالعكس عادي يعني ما كطيحش من قيمه لا لا بالعكس انا كيجي بالعكس يجيني مرا ان عندها هاد الشجاعه هادي راه مرا قويه هادي راه انا تمشي عند الراجل تقول له بغيتك وكذا لا لا ما فيها والو عادي واخا وشكرا بزاف بارك الله فيك اخي ايوب انا كان ايدك ومعجبين ديالك شكرا بزاف حم والدك حتى المره ديالي جات خطب راسي الله يرحم والدك وحسن هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه كان معكم ايوب جواري نتلاقاو في فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.